كمان بوابة أخبار اليوم قالت إن النادي الأهلي قفل ملف أفريقيا وبدأ إن هو يركز في الدوري. أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بقيادة الأوروغواني مارتين لاسارتي ملف بطولة أفريقيا بعد مباراة سيمبا التنزاني في ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا واللي خسرها النادي الأهلي بهدف نظيف. طالب لاسارتي من لاعبة الفريق إن هم يقفلوا ملف بطولة أفريقيا ومباراة سيمبا ويفكروا في بطولة الدوري واللي هيخوض خلالها الفريق ارتباطات متتالية وقوية هيبدأها بمواجهة الإنتاج الحربي يوم السبت اللي جاي.